متواصلين معكم مشاهدي الأعزاء في روشتات طبية عن أمراض الجهاز التنفسي في شهر رمضان. يمكن أمراض الجهاز التنفسي زي ما قلنا كثيرة يا دكتور، لكن دي الشائعة. في تاني ناس الالتهاب الرئوي والتهاب القصبات الهوائية وكده، نعرج عليهم بصورة سريعة عشان ندي إرشادات كاملة للناس الأساس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي في شهر رمضان، الوقاية تكون كيف؟ نعم، يعني الناس اللي حصل لهم التهاب رئوي في أثناء الصيام، بعض الالتهاب الرئوي هنا شنو؟ بكون في قوحة قوية جدا، بكون في بلغم، بكون لون البلغم أخضر أو أصفر، بكون في حمى شديدة جدا، حمى نسبة على فوق تصل 40، كويس؟ هذا يدل ما في لهم طريقة للصيام، لازم يفطر طوال الفجر، طوال يفطر، لأنه الحمى ممكن تدخلنا في مشاكل تانية، تخش الجهاز العصبي وتخش لنا في مشاكل تانية، تشنجات وحياة زي دي. فالناس زي دي نحن بنقول طوال يفطروا ويشربوا كمية كبيرة جدا من السوائل، موية أو أي نوع بتاع السوائل مهمة جدا بالنسبة لهم. بعد ما يصحوا يرجعوا تاني يصوموا عادي. الناس بتاع التوسع بتاع الغصبات ديل طبعا يا جماعة عندهم جوحة مزمنة مستمرة بصورة يعني شديدة جدا، تلقاه في حالة بتاعت بلغم مستمر، تلقاه في حالة بتاعت جوحة مستمرة، دي بتأدي لأنه تنهك المريض وتخلي ما عنده نوع من القوة. هذا يديل برضو نحن بنقول إذا كانوا صايمين وشعروا بالتعب الشديد اللي بيحصل لهم دي والبلغم بتاعهم متغير وعندك ديون حمى وحيز بالشكل ده، دي برضو صيام بالنسبة لهم صعب لأنه بيحتاجوا كمية من السوائل. عندنا تاني الناس بتاع الانسدادات الشعب الهوائية المزمن، وديل الناس المدخنين اللي تعرض للدخان، يلا ديل طبعا بيجوه النوبات، والنوبات بتكون فيها نقصان بتاع أكسجين في الجسم، وبكون فيها ضيق في النفس شديد جدا، وبكون فيها نوع من الجحة، برضو الجحة بتكون فيها بلغم. ديل برضو الحالات المزمنة منها يصعب الصيام، ما يقدر يصوم لأنه الزول زي ده داير كمية من السوائل، يشرب كثير جدا، داير أكسجين، قد يكون محتاج جهاز أكسجين بيكون جنبه واستعمال فيه باستمرار. الشخص بيستعمل الأكسجين باستمرار ده طبعا ما في له صيام أكيد. ديل برضه الناس زي ديل بتاع الانسدادات بتاعت الشعب الهوائية المزمنة ديل، لأنه بنشير لأن الصيام بالنسبة لهم ما في طريقة لهم عشان ما يصوموا، ودي حتة مهمة جدا الناس تاخدها في حساباتها. التوسع على الغصبات برضه لأنه الجحة هتكون مستمرة باستمرار، بجحة بعدك بيصير مرات لأنه يكون في ضيق في النفس، فزي ديل محتاجين لي سوائل، يشربوا سوائل كثيرة جدا حتى إنه يعوضوا المسألة بتاعت الاستخراج البلغم المستمر طوال دي، لأنه بينهيك الجسم وبالتالي قد تغيل نسبة الأكسجين في جسم الإنسان، ودي هنا بتعرض الإنسان لخطورة وكده، فدي برضه ننزل الصيام بالنسبة لهم صعب. شافك مركز على حتة السوائل دي كثيرة، نعم. إنه كثير من الأمراض محتاجة لتعويض بتاع سوائل يعني، نعم. فإلى أي مدى الدرجة مفيدة يعني إنه الناس تاخذ سوائل كثيرة بتساعد في شنو؟ يعني المساعدات اللي ممكن تقدمها للناس الجهاز التنفسي تحديدا. نعم. كل ما تشرب سوائل كثيرة مثلا هنا بيحصل عملية بتاعت إشباع للجسم بنسبة بتاع السوائل محددة محتاج لها الجسم. هنا أول حاجة بتقل النسبة بتاعت الجحة الكثيرة اللي بتكون مستمرة ديكي، بتقل الجحة. الحاجة الثانية تعمل لنا حالة تعويضية للصرف بتاع البلغم اللي بيطلع مننا ده، لما يطلع مننا بلغم كثير جدا هنا لما نحن نشرب السوائل دي بيخفض المسألة دي وبيخلي الجسم رويان، وبالتالي الجسم ما حيكون في أي معاناة. لكن لما نكون في أي نوع من الجفاف في جسم الإنسان، هذا الجفاف
يؤدي لانه ممكن حتى ياثر في النسبه بتاعه الاكسجين في جسم الانسان. الجفاف بيعمل مشاكل في الممرات الهوائيه، بيكون الممرات الهوائيه ذاتها بيكون في شويه ضغط عليها كثير جدا من ناحيه الجفاف، لكن لما يكون في سيوله بتاعت مويه وفي حاجات كثيره ماشيه وسوائل وكده، دي بتكون في الممرات الهوائيه ذاتها رطبه، وبالتالي كل ما كانت رطبه كل ما كان ما في جوحة، كل ما كان في هدوء في الحركة بتاعت التنفس بالنسبة للإنسان. نعم، برضو شايفاك بتركز أكثر على العلاجات البلدية بجانب العلاجات الدوائية. نعم. والليمون بالجنزبيل أكثر حاجة ممكن بتشير لها دائما في علاجاتك. نعم. فتكلم عن الحتة دي. أي والله دي حتة مهمة خلاص. يعني يا جماعة الناس اللي ناس سواء كان ناس الأزمة أو ناس الانسدادات الرئوية أو توسع الغصبات، الليمون دي مع الجنزبيل فيه فوائد كبيرة جدا، والعسل. الفوائد تتمثل في شنو؟ نحن لما نجيب الليمون دي نغلي الموية، مثلا القبة في السرنج بتاع الشاي ده، نجيب ليمونة نشققها على 4 فصوص نرميها في السيرمز ده، ربع معلقة جنزبيل مصحون، ونقفل السيرمز ده. بعد 40 دقيقة نبتدي نشرب، نكب في كوباية الشاي الصغيرة دي، نعمل لها معلقة عسل ونشربها. الفايدة شنو؟ الفايدة بتاعت الليمون الدافي بالجنزبيل العسل دي بتدخل لك كمية من السوائل بتفيدك كتير جدا، وفي نفس اللحظة الليمون مع الجنزبيل مع العسل بيقوي لك الجهاز المناعي بتاعك، بيعمل تقوية قوية جدا للجهاز المناعي بتاعنا، وفي نفس اللحظة بيقلل نسبة الجحة اللي هي تكون مستمرة طوال، دي بتقلل الجحة، بالتالي بيكون في الإنسان بيكون في حالة بتاع التروية جيدة جدا. هذه التروية بتقلل من المصاعب بتاعت ضيق النفس والجحة. عشان كده احنا بنشير، لان انا دايما الوصفه دي بقولها للناس اللي بيجوني اللي هو بيعانوا من مشاكل في الجهاز التدافي بالجنزبيل والعسل، مهم جدا بالنسبه لهم من ناحيه انه التروية جيده جدا، وفي نفس اللحظه بيقوي الجهاز المناعي، بيدفع بالجهاز المناعي بدل ما تمشي تشتري حبوب على اساس انه ترفع لك الجهاز المناعي بتاعه وكده، ده حاجه طبيعيه وبراها بتعمل لك تقويه جيده جدا للجهاز المناعي، وشيء طبيعي، ودي وصفة أنا دائما بأمن عليها لأن بتفيدنا كثير جدا يعني. نعم، أنا شايفاك بتشربها كثير، عشان كده نعم. حبيت أن الناس تستفيد من المعلومة يعني. نعم. بصفة عامة الإرشادات تكون شنو بالنسبة لناس الجهاز التنفسي على اختلاف الأمراض بتاعتهم، سواء كان في شهر رمضان أو غير شهر رمضان؟ طبعا في بعض المشاكل بتكون موسمية مع بعض الأجواء، واحدين في الصيف، واحدين في الشتاء، واحدين في الخريف، واحدين في موسم الأزهار، يعني خلاف الحاجات دي كلها. عموما أمراض الجهاز التنفسي شنو النصائح الممكن نطلع بها؟ نعم، دائما نحن بنقول في أمراض الجهاز التنفسي معرفة الأسباب. يعني أنا مثلا ناس الأزمة مثلا بتاع الأزمة لازم يتحسس يشوف الشد هيجي شنو، لو قدر يتحصل على الشيء اللي هيجي ويعرفه دواء ما بيحتاج له، دي واحدة. الناس الأزمة نقول لهم تحافظوا على البخاخات، يعني الطبيب كاتب لك بخاخ ما تتخوف منه، حافظ على البخاخات، لو حافظت على البخاخات ما حيكون عندك أي نوع من المشاكل. بنفس الصورة بتاع الجيوب الأنفية، لو في بخاخات مكتوبة لك برضو تواصف البخاخات بتاعتك ما تنقطع منها بطريقة ناي، لغاية ما انت ترجع لطبيبك تاني وبعد ذاك بحدد لك توقف ولا تستمر في البخاخ. دي حتة مهمة جدا. حاجة تانية والمهمة خالص، التغلبات الجو. تغلبات الجو بتلعب دور كبير جدا في مشاكل الجهاز التنفسي. يعني جو سخن يتقلب لبارد، او جو بارد يتقلب لسخن. التغيير المفاجئ ده خاصة مع ناس الحساسيات سواء كان جيوب أنفية أو أزمة بيأثر تأثير مباشر. يعني مثلا في المرحلة
نايمين في المكيفات بصورة قوية جدا، طوالي في المكيف ما تطلع فجأة طوالي على جو سخن لبرا، ده له تأثير مباشر طوالي، التغيير المباشر ده مع ناس الحساسيات بيخلق لنا مشكلة، وطوالي بيعمل لنا تهيج للحساسية اللي هي موجودة عندنا، كان أزمة كان جيوب أنفية، دي برضه من الحساسات المهمة جدا لازم نخطها في حساباتنا. الحاجة الثانية الناس تعاين للناس اللي عندهم مشاكل مع الأكل، يعني مثلا زول عارف إنه الأسود ده ما بينفع معاه، أو البيض ده ما بينفع معاه، أو الحليب ده ما بينفع معاه، يمشي مثلا يشربه أو ياكل حياة القتة دي مثلا، لا ما الزول ما باري نفسه، لأنه طوال أنت بتخش في مشاكل، فزي ما قلنا الزول عرف الشيء بهيجه أو بيعمل له مشاكل ابعد منه، أو بعد منه ما بكون عنده أي نوع من المشاكل ولا بيحتاج تاني بعدها، حتى ده ذاته ما بيحتاج له. نعم تقريبا. نعم، دي بصورة عامة كده. نعم. نعم، سواء كانت في شهر رمضان أو أو خلاف، في الحال أو في خلاف شهر نعم رمضان. نعم نعم، أنا بفتكر إنه بصورة عامة كده قدرنا نلخص الموضوع والحاجات المهمة. يعني نعم طبعا في حاجات دايرة تفاصيل كثيرة جدا، نعم لكن إن شاء الله لقدام نفرد لها حلقات أخرى بإذن الله تعالى. إن شاء الله في شهر رمضان بفتكر دي الحاجات اللي بتهم الناس نعم وعايزين ياخدوا فكرة عنها وتفاصيلها، يتعاملوا معاها كيف. زي ما قلت إن شاء الله لقدام كل حالة من الحالات اللي فردناها دي وتكلمنا عليها نحاول نفرد لها مساحة خاصة نديها كل أبعادها وأعراضها ومشاكلها وعلاجاتها كلها بإذن الله تعالى. بشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الحكيم عثمان جسور، استشاري الباطنية والجهاز التنفسي، على كل الإفادات اللي قدمت بها. أتمنى الناس تكون استفادت من حلقتنا دي فيما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي مع الصيام، وبصورة عامة التحوطات اللي ممكن الناس تأخذها عشان ما يتلافى كثير من أمراض الجهاز التنفسي. تصوموا وتفطروا على خير، في أمان الله. نعم.